انا وما بعمل مقطع باللحظه اللي بروح يمين خاف من سيارات يسار هناك في ظل يسار، يعني خاف من شيء يسار تحت ظلام الظل الحفره، فيرغب اني اوخر عنها. وفي اللحظه اصلا رايح يمين وهو برضه خوف شيء يسار، يعني الشاحنه اللي يسار تبي يروح يمين وخلف يروح يمين وانا اصلا رايح يمين، والظل اللي تحت يشجع على الذهاب يمين، بما اني بخل توازني بالدفاع يمين فيختل توازني يسار او تحت يسار. فقط وزني اللي سواه وفضى وحاول يروح، جماعة اللي سواه بصبعي فتح زي كذا على طول ناظر الشيء وثمان على نفس الدافع، يعني بطرف اصبعك فقط ثبت نفسك عن طريق انك منعته من ربع روغة. لو راغ الربع روغة دي بدون سرج وانت منشغل عن كذا بالجوال تحته واخذت توازنك، ما بالك طرق الركوب الاخرى مركز معه وانت قاعد تصور بيدين وراغ روغة نص روغة أو ربع روغة أو حتى روغة كاملة ومعك ثلج يفتح توازنك، وين تبدأ الروغان ثم تسمي الروغان ميزة.